في وقت كان يظن الجميع أن العداوة بين أبناء الهضاب أهل البرج ويفقسطيف انتهت، تكذبه صور العنف والتخريب التي وقعت في لقاء الدور ربع نهائي من كأس الجزائر، صور تبقى وصمة عار على الفاعلين. العرس الكروي كان مستواه مقبولا فوق أرضية الميدان بين لاعبي الفريقين، وكانت الفرجة حاضرة فوق المدرجات من الجانبين، لكن ومع تسجيل الوفاق لهدف السبق تحول هذا العرس إلى معركة للتراشق بالأحجار والألعاب النارية. بل أكثر من هذا، بعد أن خلفت هذه الأحداث إصابات خطيرة بين الجماهير ورجال الشرطة، لحقها تكسير وتخريب للممتلكات في صورة تشوه كرة القدم الجزائرية التي كلما تقدمت بخطوة عادت خطوتين إلى الوراء. والسبب واضح، هو التصريحات اللامسؤولة من القائمين على الفرق الذين باتوا يبيعون الأوهام ويشحنون الجماهير التي لا تعترف بمنطق كرة القدم، لتبقى هذه الصور التي تهدد كل مرة حياة المناصر البسيط الذي ذنبه الوحيد مساندة فريقه عن قرب. والسؤال المطروح، متى تتوقف هذه التصرفات التي يختبئ خلفها ما يسمى أشباه الأنصار في ظل غياب عقوبات ردعية اتجاههم؟